هذه إحدى مشاهد خيبات الأمل التي قضت على أحلام أنصار المنتخب الجزائري المتوافدين هنا بقوة لمشاهدة المباراة الافتتاحية للخضر ضد شياطين الحمر ضمن منافسة المجموعة الثمانية. وجوه شاحبة وغير مصدقة بعد انقلاب موازين القوى لصالح المنتخب البلجيكي الغائب عن المنافسة العالمية منذ 12 سنة مروان فيلاني. اللاعب البديل يخترق الدفاع ويعدل النتيجة ويبدد الآمال والأحلام ويزرع اليأس بدل التفاؤل. هنا أنصار الخضر ينسحبون الواحد بعد الآخر، بعضهم أضحى غير قادرين على إتمام المباراة. هدف ثاني في اللحظات الأخيرة، النتيجة باتت محسومة للشياطين الحمر. مارك ويلموتس يفي بوعده ويقهر الناخب وحيد خليلوزيتش بكل سهولة بفضل تسديدة درايس مارتينيز. أنصار الخضر صنعوا مشهدا لا مثيل له هنا في ساحة البريد المركزي بالعاصمة. تجمع المئات في الساحة التي تشابه استاد مينيروا ببيلو هوريزانتي بالبرازيل. المئات من الجزائريين وأفراد الجالية العربية تجمعوا هنا لمتابعة المباراة الافتتاحية لممثل العربي الوحيد في مونديال البرازيل. الجزائر البيضاء تزينت بعلم الشهداء، الفرحة عمت بعد تسجيل الهدف الأول، كاد النصر أن يكون قريبا. المباراة انتهت، الشياطين الحمر هزم الخضر. الكلمة الآن للأنصار. بريمير ميطون داروا اللي عليهم، مي لونترينور الشوط الثاني يكون هو لونترينور، التغييرات تاعو ما كانتش في المستوى. بريمير ميطون يا في تروا جوار ما دخلوش في اللعب، حليش سوداني مع مصطفى، وحليش علاش تخلي يلعب؟ ما دار والو، بريمير ماتش كوب دي مون تحليش تيتيلار، وجابوا إبراهيمي قاعدين. لي مير جوار قاعدين دوك فاهمنا نتايا هاد اللاعبين وقتاش تلعبهم كاين تليمينو نقدر نقول لك لعبوا داروا كونتر اتاك وجات ضربه الجزاء جات زها هكذايا والشوط الثاني نقول لك الخدمه تاع مدرب دا غلطه قطم راسو وما موفق دوزاميتو خلى يدخل انا في سليماني خلى جابوا ابراهيمي ما لا ما يجيبهمش خير ما نساوش باللي بلجيك مديزينيا توصل لا فينال ما لعبناش مع ايكيب سهله تما الناس بزاف هم يقول لك لا ديفونس ومنا بلجيك تاع ايكيب قويه راهي مديزينيا توصل لا فينال كي خلاص الماتش 2-1 تما ان شاء الله الاخرين يجونا ساهلين برك عدمك. قالها خليلوزيتش، المباراة صعبة لكن يمكننا تحقيق المفاجأة. بئس المفاجأة التي تسجل هدفا في شباك الشياطين وتقبل بهدفين في شباك الخضر، ومع ذلك يحتفظ الجزائريون ببعض التفاؤل أمام كوريا الجنوبية والدب الروسي. كانت مباراة جيدة للمنتخب الوطني، نحن نشجعهم خاسرين ولا رابحين نربحوا المباراة الجاية إن شاء الله 1-2-3 في فالجيه.